بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وقفتنا احتجاجيه من ناحيه الشهيد عز الدين سليم قضاء المديني تضامن مع حاله الشهيد حارث السلمي. ومثل ما تشوفون مظاهرات سلميه، ما القوات الامنيه قريبه علينا، ما حد لا حجاره ولا اي شيء يسوونه. مظاهرات سلميه، كل واحد يقول قائد امني في مصر يقول روايات مصنعه كذاب. مظاهراتنا سلميه وراح تبقى سلميه.